وللحديث أكثر مشاهدينا عن أهمية المجلس الأعلى للاستثمار ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدولي. دكتور ماجد بعد التحية، سنتحدث طبعا عن أهداف هذه أو أهمية المجلس، لكن يعني استرعى انتباهي التشكيل الخاص بالمجلس. نحن نتحدث هنا عن بالإضافة للمختصين بالجانب الاستثماري والجانب المالي، نحن نتحدث هنا عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وأيضا رئيس المخابرات العامة المصرية. كيف تابعت التشكيل لهذا المجلس؟ بحيي حضرتك أستاذ المشاهدين الكرام. أولا لو بصينا للقرار ذاته، قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، هنلاقي أن الموضوع في حد ذاته يدل على أهمية شديدة لهذا الجانب أو لهذه زي ما بنقول كده الجزء الخاص بالاستثمار، مهم جدا في دعم اقتصاد أي دولة. وبالتالي لو نظرنا برضو إلى زي ما حضرتك اتفضلت وقلت التشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار، هنلاقي أن على رأس هذا التشكيل يرأسه السيد رئيس الجمهورية. نعم. بجانب طبعا عضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. مين معاهم كمان؟ معاهم محافظ البنك المركزي ووزراء وزارات في غاية الأهمية ومرتبطة بالاستثمار بشكل كبير جدا، منها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. نعم. والتعاون الدولي والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة، وأيضا الوزير المختص بشؤون الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية. لو شفنا ولسه طبعا في مجموعة كبيرة تحت رئاسة فخامة الرئيس، إشراف أو ترأس رئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المنظومة ولهذا المجلس يدل على إعطاء أهمية كبيرة لهذا الموضوع. وبالتالي ما يمكن أن أقوله أن الاستثمار هو قاطرة التنمية بمختلف أنواعه، سواء كان الاستثمار الزراعي أو الاستثمار الصناعي في قطاعات مختلفة. فبالتالي الاهتمام بهذا الاستثمار كقاطرة للتنمية من خلال منظومة جديدة برئاسة رئيس الجمهورية، أعتقد أن دي خطوة قوية جدا على الطريق في زيادة الاستثمارات سواء كانت المحلية أو العربية أو الأجنبية، وأيضا دعم قاطرة التنمية بشكل أكبر وأسرع. نعم دكتور ماجد عبد العظيم، يعني بالتأكيد مجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة ننتظر منها الكثير والكثير من القرارات الهامة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار الدولي.